ولذلك هذا اليقين بالله جل وعلا ذكرناه من قبل ونعيده اليوم. هاجر عليه الصلاة والسلام أم جدنا إسماعيل جد العرب لما وضعها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع، بماذا؟ بجراب تمر وماء قليل، قربة ماء ما تأتي قربة، يعني مطارة ماء. فنظرت وإبراهيم يضعهم ويمشي ولا يلوي على شيء، لا يلتفت إلى شيء، فتناديه يا إبراهيم إلى من تدعون، سبحان الله، فلا يلتفت إليها، يا إبراهيم إلى من تدعون في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا حسيس، صحيح، ولا يلتفت. فتقول له في الثالثة الله أمرك بذلك؟ فيلتفت فيقول نعم. انظر ماذا الجواب، قالت إذن لا يضيعنا، سبحان الله العظيم، لأن هذا الذي رباهم عليه التوحيد. نعم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، كان يسأل ربه ماذا ذرية طيب، فلذلك كانت هذا التوحيد وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذا التوحيد، هذا الاعتصام منها بالله جل وعلا، ماذا جعلها؟ جعلها تملك أكبر عين معين إلى يوم القيامة، وبارك لها ولمن بعدها، خلاص هي التي سيطرت عليه. لما جاء أجرهم ونظروا إلى الطير قالوا لا يطير لا يحوم إلا على ماذا؟ إلا على ماء. فنزلوا إليها فقالت أذن، قالت أذن لكم بالجوار وليس لكم حظ في الماء. سبحان الله، صارت هي الملكة، هي السيدة، هي المسيطرة. أصبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام مهيأ في ماذا؟ بالتجائها، باعتصامها، بفرارها إلى الله جل وعلا. أنت أيها المسلم، أيها الموحد، يا من تقول لا إله إلا الله، لا تلتفت بقلبك في أي أمر من الأمور إلى غير الله جل وعلا، ولا تعتصم إلا به جل وعلا، ولا تلتجئ إلا إليه جل وعلا. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.